من هو أكثر منا حاجة لرب المنتظر سلام الله عليه، لندعو إليه بالفرج. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا مدبر الأمور، يا باعث من في القبور، يا مجري البحور، يا ملين الحديد لداود، صل على محمد وآل محمد واطلب حاجتك. ويختم الدعاء بكلمتين: الليلة الليلة. اللهم صل على محمد وآل محمد. من مستحبات هذه الليلة بضع أو بعض من الأدعية القصيرة، ومن هذا الدعاء: اللهم انقذ لي في عمري وأوسع وأصح لي جسمي وبلغني أملي، وإن كنت من الأشقياء فامحني من الأشقياء واكتبني من السعداء، فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلواتك عليه وآله: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ومن مستحبات هذه الليلة قراءة هذا الدعاء: اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل فيما تقضي وفيما تقدر من الأمر المحتوم وفيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام في عامي هذا المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم، واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع لي في رزقي. وصل يا رب على